عن جديد رجعنا مشاهدينا ومعنا ضيفتنا لليوم دكتورة لبنى مخول، دكتورة في علم الاجتماع من علم الاجتماع لتقديم البرامج وتنفيذ البرامج. أهلا وسهلا فيك دكتورة لبنى بمريم تي في وبعلى الموعد. برنامج موزايك اللي رح نحكي عنه اليوم هو موضوعنا، فأول شيء بدي أقول لك صباح الخير، وبدنا نعرف المشاهدين عن موزايك كيف بلش. بونجورك دكتورة هنا، ميرسي لاستضافتي اليوم لأنه كتير مهم أنه يتعرف على هذا البروجرام، لأنه البروجرام موزايك هو لصالح المشاهدين، يعني هذا الشيء بيعطيهم بلس لإلهم وبيفيدهم بحياتهم اليومية وحياتهم العامة كلها. أكيد مواضيع موزايك المميزة، يعني أنا تابعت حلقتين من موزايك. أول شيء بدي أحكي عن فكرة البرنامج، عن موضوع موزايك، شو هن مواضيعه وكيف اخترتيهم والفكرة كيف بلشت. فكرة موزايك بلشت هي كفكرة بشكل عام بلشة من قبل البروجرام هون، لأنه أنا إنسان بحب كتير أشتغل على تطوير ذاتي، بحب كمان حدا غيري يستفيد من الأشياء اللي توصلت لها بحياتي. تعلمت كتير دروس قيمة بحياتي، حبيت أنقلها لغيري. كان في تخطيط من الأساس، يعني فكرة مش تخطيط، بلتو فكرة أن ينعمل شيء تنمية بشرية، مظبوط، بروجرام تطوير ذاتي لجروبات جروبات جروب من أشخاص 10 انكترت، تحت بيكون عم يتابعوا بشكل يومي عن قريب. هلا هيدا مشروع كبير شوي، لو عم نشوف أنه جروبات من أشخاص كبير، لأنه بدك محل تنايميهم فيه، بدك تتابعيهم مينيموم على أسبوعين، بده تمويل. صحيح. بما أنه التمويل مش موجود بجمعيتنا، لما مرة كنت على مريم تي في عم تستقبليني دكتورة أنا حضرتك، ومرة تاني كمان كنت أنا وأمال مخول زميلتي بالتقديم برنامج نوجه موزايك، لها تحية لأمال، حسيت في أمال حكي. اختصاصية علم نفس، كمان نوجه لها تحية وإن شاء الله بتكون معنا ضيفة مرة تانية. إذا بدنا الله نقول لها رد صباح الخير، إن شاء الله تكون عم تحضرنا اليوم. بقى تفضل. حسيت أنه في شيء عم نحكيه بهالحلقة أنا وأمال مفيد، طلعت دغري الفكرة. طيب أنا مش عم بقدر أتوجه للناس من قريب، خلينا نتوجه لشريحة كتير كبيرة على المتابعين لمريم تي في. كيف ما كان توصل المساج بده الفكرة، يوصل، توصل أكيد الكلمة. أكيد. هلا أنا قبل ما بلش أشرح عن برنامج موزايك بدي أختصره ب3 كلمات. برنامج موزايك هو تفكير إيجابي، هو وعي، رفع الوعي، وهو إدارة. هودي 3 أشياء بيوصلونا للحب وبالنهاية العطاء. يعني العطاء بيطلع كأنه تيست لإلنا أكيد نحن قدي نجحنا بهيدا أكيد البروجرام، بهيدي المسيرة، بحب أكيد سميها مسيرة، أكيد. لأنه إذا نحن شو منطور بحالنا وشو ما نعمل، إذا بعدنا منغلقين على نفسنا وما عم نقدر نعطي، يعني بعد ناقصنا شيء. بقى كرمال هيك برنامج موزايك هو مسيرة، غير عن انه بروجرام عم تفرج عليه بالسهرة تنتصلى، عم نعمل مسيرة نحن اذا بدنا نتعمق فيه مزبوط، مسيرة حتى نطور حالنا تنكون وهو مرتاحين مع نفسنا ومع غيرنا. مواضيع البرنامج، يعني حسب الحلقات اللي مرقوا بفوتوا على القلب، لأنه لأنه يعني بيلامس كل شخص. 100% لأنه هن موجودين أصلا عند كل شخص، وهن طلبات لكل شخص صحيح ليعمل هالتطوير الذاتي اللي أنتوا عم تهدفوا صحيح، له. يعني أنا في أقول أنه أغلبية الناس مثل ما عم تقولي حضرتك بدون استثناء عندهم مشاكلهم، صحيح، عندهم نوع من العقد، إذا ما بدنا نسميهم صح، عقد. ما في إنسان كلنا مش عنا، معقد، كلنا كلنا عنا، عنا العقد وكلنا بيجهنا مشاكل، أكيد. وكلياتنا بصير صعوبات عنا. بس شو الفرق؟ في فرق انه بين ما انا بيجي مشكل وهالمشكل يحطمني، وفرق بين أنا ما انا أتخطى
واجه مشكل اتخطاه ديره، اعرف كيف ديره لخيري ولخير غيري. هيدا الهدف من برنامج موزايك، حتى نتعلم ندير مشاكلنا نحن ونطلع منها بشيء ايجابي. اي متى عم بحطوا لموزايك على مريم تي في؟ موزايك عم بينعرض نهار الجمعة الساعة 10 المساء، وبينعاد بيرجع الأحد الساعة 4. فإذا المشاهدين اللي بعدهم ما حضروا الحلقة الرابعة هيدا الأسبوع صرنا من بالرابعة. موزايك، الجمعة 10 المساء والإعادة نهار الأحد نهار الساعة 4. الأحد الساعة 4. أنا بنصحكم تحضروا أكيد. شو الحلقات، كم حلقة كان في من موزايك لما عملتوا إعداد البرنامج؟ وأنا بعرف إنه أنتوا ثلاثة بالبرنامج، خلينا نعم نحكي أول شيء عن الحلقات وعن دور كل حدا بهالبرنامج الحلو. نعم نحن الحلقات كانوا 13، سوري 13 حلقة. 13 حلقة تقسموا. بلشنا بأول ثلاثة أو أربع حلقات كيف نشكل فكرنا وكيف منديره حتى يفكر بإيجابية ويشتغل لمصلحتنا. لما انتهينا من الفكر هيدا عم بحكي عن البار اللي أنا يعني أنا اللي كنت عم بقدمه، مثل تحفيز تفتيش عن نقاط قوتنا، لأنه نحن عندنا نقاط قوة كتير جوا بيتنا بس المشاكل عم تخلينا نعمي عنها. نحن الفكرة اللي عم بقدمها كانت أنا عم بحفز وفتش عن نقاط القوة. بقى كل حلقة بكون عم بعمل شيء من هول التحفيز، أمال بالمقابل بتكون عم تعرض مشاكل نفسية، أمراض نفسية، هي بتخلينا بتشد فينا نزول، بتخلينا نغلق على نفسنا وبتخلينا نتأخر بالحياة. نحن لكان بدنا نكون واعيين لهيدي المشاكل، نكون نعمل عارفين هالتجانس. نقاط الضعف عنا، صحيح، وبالمقابل نعرف شو نقاط القوة، نقاط الضعف نعالجها ونقاط القوة نبرزها. هيك بنوصل لوقت بنكون مرتاحين. كرمال هيك كل فقرة بأهمية تانية على القد، بيرجع بيكون عندنا تالت فقرة من البروجرام مع ميراي سمرة الشميدي، بتكون عم تعرض ناس توصلوا حتى يكونوا مرتاحين مع نفسهم، ناجحين بحياتهم، تخطوا صعوباتهم وعيشوا مرتاحين. هلا رح أعرض أنا الحلقات اللي حكيت فيها مثل ما بلشنا. بلشنا بتشكيل الفكر، تاني مرحلة كانت عن وصلنا للمشاعر والقلب، لأنه نحن روح مشاعرنا كتير لها أهمية، روح 100%. صحيح. نحن فكر، نحن روح، نحن قلب، نحن جسم، هودي كلياتهم عالجناهم. صحيح. بتاني مرحلة حكينا بالقلب، القلب على شو بفتش؟ عن الحب، عن الأمان. عن الأمان، عن السعادة، صحيح. عن أهدافنا بالحياة، هودي كلياتهم كمان عالجناهم ببروجرام موزايك. حكينا عن الصلاة اللي هي كتير إلها أهمية حتى تحطنا بحالة إيجابية وتوجه فكرنا الإيجابية بأحسن طرق ممكنة، لأنه أنت بالصلاة بتكوني عم بتشغلي طاقاتك الجوانية، بكون الله اللي عم بيشتغل فيك، عم تسمح إلى شيء أكبر منك بكتير يشتغل فيك. نحن لما بنكون عم نشتغل من حالنا لوحدنا بنكون عنا حدود، نحن إلنا حدود، بس لما عم نسمح لله يتدخل بحياتنا اللي هو بدون دايما حدود منتكل عليه بكل شيء عم نفتح إمكانيات كبيرة لإلنا. لنقدر لما بنتكل نحل عليه مشاكلنا. أكيد عم نتخطى الشيء المحدود لشيء قدرات عظيمة. قدرات عظيمة أكيد 100%. أكيد. هادي كلنا عالجناهم. عالجنا كمان الوقت، قطع إدارة الوقت، لأنه بيجوا ناس بيقولوا لك أنه أنا ما عندي وقت، ما عندي وقت، كيف بدي أصلي؟ أنا كيف بدي أعمل سبور؟ بلا، أنت عندك وقت، لأنه مش لازم، يعني ما بدي أقول شو لازم وشو مش لازم، بدنا ندير، بس بدنا ندير أوقاتنا، بدنا ندير، بدنا ندير حالنا بكل شيء نحن بدنا نكون مسيطرين على حياتنا. هالاختلاف دكتورة لبنى بهالمواضيع
يمكن هي اللي خلتكم تقولوا انه نحن بدنا نسمي البرنامج موزايك، وانا بعرف انه الفكره طلعت من عندك انت اللي قلتي موزايك. للي ما بيعرف من المشاهدين انه حضرتك بترسمي وحضرتك بتشتغلي موزايك وعامله موزايك وايقونات بتاخذ العقل، دينيه بتجنن. كثير اوكي، يمكن قد ما بيشبه هالحلقات والمواضيع وتركيب الإنسان ككل كشخصية، انطلقت من هون بالاسم طبعا موزايك. طلعت من هون. شوفي دكتورة هلا، أنا ما بدي أحكي عن أوضاعي الشخصية، بس في فترة كتبت كتاب كنت عم عاني من ضعف السمع، بتعرفي أنت هيدا الشيء. أكيد بهيدا الكتاب بطلته عم بتفتش كل الوقت عن سعادتها. أوقات كنت تتخانق مع الله تقول له إنه أنت عم أنا بعيد عني، بتكسرني، تاركني. إنه أنت عم بتكسرني مش تحطيم طبيعي. انا صرت 100 شقفه من وقتها، انا ما كنت لا ارسم ولا اشتغل موزايك بوقتها، بس ما بعرف يمكن الله لهمني على هيك شيء، انه في اختيار بقول له انه انت من هيدي الشقف اللي اتحطمت كلها اعملي شيء. الله قادر يخلق منها موزايك تكلي عليه امني فيه، هو مخبي لك شيء احسن. من وقتها انا صار عندي فضول شغف، شغف للفن للفن والموزايك. وللموزايك، لانه الفن والموزايك كل الفن شو هو؟ الفن بتخلقي من مشي شيء حلو، عم اكيد تخلقي الجمال. هي هيدا الابداع اللي عنده اياه الانسان، اللي بيطلعه قد ايه روحه صافيه اكزاكت وقد ايه عنده حب، قد ايه بيقدر يطلع اكزاكت ابداع. حضرتك ابدعتي ان كنت بتقديم البرامج او انا ابدعتي مش بالكتابه عالمية. ولا انا، بس انه الواحد بيكون عنده ابداع وعنده حب وعنده رغبة بتوصيل هي فكرة هيدي هي وبيمشي وراها. يعني انا بتمنى تكون ابدعت وبتمنى أبدعتي اكون وصلت ببرنامج للمشاهدين موزايك، وإن شاء الله بتكوني وصلتي لكل بيت ولكل قلب ان شاء الله. بهالقد عفوية، بهالقد حب، بهالقد ان شاء الله صفاء ترجم بهالبرنامج الحلو اللي أكيد المشاهدين رح يحضروه. نحن بهالوضع بلبنان كتير بحاجة. ليش أكيد انا لدعم. بالرغم اني مش اعلامية حبيت فوت بهالدومين؟ لانه بوصل بسهولة، يعني هيدا الدومين بتوصلي فيه للعالم بسهولة. وبتقدري توصلي بأهدافك لكل بيت، لكل هيدي هي مشاهد ولا هو بحاجة لهيدا نحن الشيء كتير من دون بحاجة أي تكلفة وبأقل تكلفة، بس اكزاكتلي. بكل محبة إذا بدي أقول. شكرا لوجودك معنا دكتورة لبنى مخول. آخر كلمة بتحبي تقوليها قبل ما نختم؟ آخر كلمة بحب أقولها لمشاهدينا الكرام، أنه خليكم متأملين بالله، خليكم متفائلين، لأنه الله بالرغم من كل الصعوبات اللي عم بمرق لنا إياها هلأ بهالبلد، مخبي لنا بعد شيء كتير حلو. لبنان وقف الله على الأرض، لبنان ما رح يرجع لورا بإذن الله. إذا كلياتنا بنفكر هيدا التفكير الإيجابي بإيمان بالله، رح نرجع أحسن ما كنا. على أمل أنه أيامنا تضلها كلها حلوة وتشرق شمسنا على طول كل يوم جديد، على المحبة، على الفرح، على الحب، على أنه نعرف الآخر بروحه كيف هو، بنيته الطيبة كيف هو، ونقدر نتعاون نحن والآخر من أجل بكرة أحلى. أكيد أنا بدي أقلكم وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بعالموعد. شكرا لك دكتورة لبنى، وشكرا للمشاهدين اللي تابعونا لليوم الثلاثة، وأكيد انطرونا كل يوم من الاثنين للجمعة الساعة 10 للساعة 12 ببرامج، بفقرات جديدة وضيوف جديدة أكيد بعالموعد. إلى اللقاء.